وذكر حجاج الأندلس خبر اتفاق أمير الأندلس الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل مع عمه عبد الله بن عبد الرحمن الداخل. كان الأمير عبد الرحمن الداخل قد أوصى بالإمارة لابنه هشام، وهذا ما رفضه أخواه هشام سليمان وعبد الله. وبعد وفاة هشام تولى ابنه الحكم الإمارة، فتسلل عماه من المغرب إلى الأندلس وأعلنا العصيان من جديد. حاول الحكم قمع تمردهما وقتلهما أشد القتال إلى أن تمكنت من أسر سليمان، ثم أمر بقتله. فلما سمع عبد الله بذلك أرسل إلى الحكم يطلب الدخول في طاعته، فأجابه الحكم وعفى عنه.